حياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الورد، صباح النور، مرحبا بكم في لايف سبور. أجرى المنتخب الوطني التونسي يوم أمس حصة تدريبية في باريس استعدادا للمباراة الدولية الودية لتجمع نهار 3 بالمنتخب البرازيلي ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وشارك كل اللاعبين اللي تم دعوتهم لهذا التربص في التدريبات اللي ارتكزت أساسا على الجانب التكتيكي والبدني والتركيز على الكرات الثابتة، حيث سيكون الموعد اليوم لحد ما حصة تدريبية جديدة ستكون مفتوحة للإعلاميين لمتابعة أول ربع ساعة الأولى منها. حسم التعادل الإيجابي بهدف من الجهتين المواجهة الودية اللي جمعت البارح المنتخب التونسي أوس بنظير الفرنسي بالملعب الأولمبي برادس، ومنح قديدة هدف التقدم للمنتخب التونسي مع مطلع الشوط الثاني قبل أن يتمكن المنتخب الفرنسي من التعديل. نذكر أن المواجهة الأولى بين المنتخبين انتهت على نتيجة التعادل السلبي. محليا، انقاد البارح شبيبة القيروان إلى الهزيمة من جمعية ميغرين بنتيجة هدف مقابل صفر في المقابلة الودية لجمعت الفريقين بالملعب البلدي حمود الحداد بميغرين، وجاء هدف الفريق المحلي خلال الشوط الأول من ضربة جزاء، وذلك أنهى فريق عاصمة الغالبة تربص التحذيري المغلق بالعاصمة استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لتنطلق يوم 8 أكتوبر. تمكن المستقبل الرياضي بالمرسى من الفوز على ضيف المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة هدف مقابل صفر في المواجهة الودية لجمعتهم بمعلب عبد العزيز الشتوي بالمرسى. سجل منتصر التويتي الهدف الوحيد للقناوية في دقيقة 25 من الشوط الأول. حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله لقاء الودي لجمعة الترجي الرياضي التونسي بضيف السويح الليبي بمركب المرحوم حسان بالخوجة. افتتح الفريق الليبي باب التهديف منذ دقيقة 32 عن طريق محترفه بيسيوبون بين بونزا، ليختف المدافع الأيسر لفريق الترجي حسام دكدوك هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية اللقاء. كشفت قناة مغربية أن إدارة الرجاء البيضاوي اتفقت بشكل رسمي مع المدرب السابق للمنتخب الوطني المنظر الكبير من أجل تولي مهمة تدريب الفريق، وكان الكبير وصل بداية الأسبوع الحالي إلى المغرب من أجل التفاوض مع مسؤولي الرجاء بعد أن كان الفريق قد أعلن في وقت سابق عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب فوزي بنزرتي. أعلنت قناة الشروق الجزائرية عن تواصل المدرب التونسي فوزي البنزرتي إلى اتفاق رسمي لتدريب نادي مولدية الجزائر. تجدر الإشارة أن فوزي البنزرتي غادر منذ مدة فريق الرجاء البيضاوي الذي عوض بمواطنه منظر الكبير بعد مضي شهرين فقط عن تسلم إدارة المقاليد الفنية للفريق المغربي. عاد متوسط الميدان الإيفواري بارسنيل بانغا إلى اتحاد بنغردين استعدادا لتجديد عقده. وسبق البنغا خوض تجربة ناجحة في البطولة التونسية مع الشبيبة القيروني قبل أن يلتحق بناديه الحالي. من كرة القدم البدل اختصاص كرة اليد، دارت البارحة الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة كرة اليد، أسفرت على نتائج التالية. نادي كرة اليد بجمال ينهزم أمام نجم الساحلي 33-26، بعث بن خيار ينهزم أمام نادي ساقية الزيت 28-25، سبورتينغ المكنين يفوز على جامعة الحمامات 25-21، النادي الهلالي يفوز على نادي كرة اليد بقصر السيف 36-33. وستستكمل الجولة بمواجهتي مكارم المهدي النادي الافريقي ونصرة بلبو الترجي الرياضي اثر نهاية البطولة العربية للاندية البطلة. في كرة السلة، فاز الافريقي على ضيف نجم الساحلي في منافسات الجولة الاولى من البطولة الوطنية المحترفة يوم أمس بنتيجة 92-66، وفاز الاتحاد المنسيري بدوره على اتحاد الأنصار بنتيجة 93-58. بالنسبة للدفعة الثانية الدور اليوم لحد الأربعة متاع العشية في قاعة نابل، الملعب النابلي باش يستضيف الشبيبة القيروانية. تستكمل لقاءات الجولة في موعد لحق بعد أن تم الإعلان عن تأجيل بقية مقابلة الجولة. في دوري أمم أوروبا تلعبوا البارحة الدفعة الثانية، أسفرت على نتائج التالية: بلغاريا تفوز على جبل طارق 5-1، أرمينيا تنهزم أمام أوكرانيا 5-0، إيرلندا الشمالية تفوز على كوسوفو 2-1، سلوفينيا تفوز على النرويج 2-1. واصلوا تشيك ينهزم أمام بلغاريا أو البرتغال 4-0، إسبانيا تنهزم أمام سويسرا 2-1، صربيا تفوز على السويد 4-1، قبرص تفوز على اليونان 1-0، وأخيرا اسكتلندا تفوز على إيرلندا 2-1. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية: الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بانتظام
تساهم في زيادة لياقة القلب والأوعية الدموية، زيادة قوة العضلات، تحسين حركة المفاصل، انخفاض مستويات التوتر. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة.